نسبة حوالي 70% من اليونتس بتاعتنا كلها تكون على البلازا. أيوة. ان انا النهارده بدي فيو. طب لو جينا لتقسيمه التاور نفسه بالنسبه لي احنا ميكسد يوز ما بين كوميرشال، احنا عندنا الادوار الارضي والاول والثاني دول كوميرشال تمام تجاري تجاري. بنتكلم الدور الارضي بيكون عباره عن كافيهات ومطاعم، الدور الثاني بيكون مقسوم جزئين، جزء منطقه المطاعم وجزء ثاني بيكون ريتيل او بيع بالتجزئه. الدور الثاني بيكون نفس الفكره برضو، بيكون بالكامل بيع بالتجزئه. بيجي عندي دورين طبي تمام، وده برضو من ضمن التنوع. بعد كده عندي من الدور الرابع للثامن دي المكاتب، ومن التاسع لل14 الوحدات الفندقيه. فكره ان انا يكون عندي التاور ميكسد يوز ويكون عندي كاتيجوري مختلفه تنوع. انا النهارده بالظبط التنوع ده بيخلي كم العملاء بكم الافكار اللي احنا عاملينها من جوه كمان، ده كمان بيعمل ترافيك اقدر ان انا اشغل كويس، ده هيعود على التجاري بتاعي. بجانب التفاصيل اللي احنا عاملينها عندنا مثلا الانفينيتي بول على الروف من فوق، عندنا منطقه الفود كورت بتبص على البلازا وعلى شارع 90 متر وعلى الابراج السياحيه. برضه نفس الفكره بالنسبه لبقيه الكاتيجوري اللي موجوده في الفيوهات بتاعتهم. اعتقد حتى المكاتب انتوا اكتر مره بتشرحوا لنا موضوع المكتب الدورين ده دلوقتي، فالفكر انه حد ممكن يشتري المكتب البيزنس سويت يشتريه يبقى هو عامل حاجه، عامل شركه صغيره من مكتب اشتراه. بالظبط كده. لو احنا جينا اتكلمنا على الافكار ايه اللي يخليني انا ابيع عن اي مشروع تاني، خلينا المشاريع كلها موجوده بس ايه اللي هيخليني اتميز؟ في حاجتين ثلاثة، أو النهاردة أن أنا بقدم كونسبت مش موجود. اللي هو إيه؟ إن هو النهاردة بقدم البزنس سويت. البزنس سويت ده عبارة عن مكتب دوبلكس تمام؟ فكرته النهاردة ما اطرحتش، النهاردة إحنا بننفرد بيها، فدي النهاردة ميزة كويسة من العميل أو اللي جاي يأجر أو كشركة. النهاردة بيلاقي حاجة مختلفة، المكاتب كلها واحدة. النهارده انا بختلف مثلا، ممكن اخلي الدوبلكس اللي فوق ده يكون للمانجمنت اكتر، للاداره اعمل فيه حسابات واتيفر ايا كان التقسيم، احنا بس بنحاول ندردش فيها شويه ان كل ده بيفرق. لما يجي العميل ياجر النهارده الريت بتاع الوحده نفسه بيختلف لان انا مقدم كونسبت مختلف. برضو دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدمها سواء في البيزنس سويت او في الوحدات الفندقيه، برضو مقدمين نفس الفكره. برضو الفندقيه ممكن انا باخدها برضو بالفرش بتاعها، باخد وحده كامله. الوحدات الفندقيه احنا اوريدي من اسمها ان احنا بنستلمها فندقيه بالفرش وبالاجهزه التكييفات بتاعتها كل ممكن نفكر فيه هو اوريدي موجود في اليونت تمام، ودي اوريدي بتسهل علينا سواء ان احنا يكون عندي مكان اقدر ان انا استفيد بيه بخدمات فندقيه او ان انا اقدر انفست فيه او